وإلى جهود الدولة للحد من حرق قش الأرز، حيث أعلنت غرفة العمليات المركزية بوزارة البيئة حالة الطوارئ لمواجهة ظاهرة حرق المخلفات الزراعية. وكشفت صور الأقمار الاصطناعية لمراقبة الحرائق العالمية عن عدد من نقاط حرق للمخلفات الزراعية، شملت عدة مراكز بالدقهلية والشرقية والغربية وكفر الشيخ والبحيرة، مما استدعى تكثيف الحملات التفتيشية لضبط المخالفين وتحرير المحاضر، مشيرة إلى أنه تم التنسيق مع الدفاع المدني والإرشاد الزراعي وشرطة المسطحات المائية والبيئة لمقاومة الحرائق.